بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرايد نبدأها بالعناوين. في جريدة الوطن القطرية: الإمارات تمنع دخول المهندي، تصرف ظبياني صبياني. في جريدة الراية: جفال راشد يقول اللبناني مفتاح العنابي في آسيا. وإلى جريدة الشرق القطرية والعنوان هو: رياح التغيير تهب على الريان. إلى عمان، ومن جريدة عمان نقرأ العنوان التالي: ارتياح فني بالفوز على التايلاندي. وفي الرأي الأردنية: فيتال يقول تخطي دور المجموعات، هدفنا الأول بكأس آسيا. إلى الجزائر، ومن جريدة الشروق نطلع العنوان التالي: رانييري يحذر عرضا لضم سليماني في الميركاتو الشتوي. ومن جريدة لو باريزيان الفرنسية: بوفون يقول لمبابي ونيمار تستطيعان الفوز بالكرات الخامسة المقبلة. من سبورت الإسبانية نقرأ: كازولا يعاقب ريال مدريد على استهتاره. وفي مترو الإنجليزية: السيتي يظهر لليفربول عدم الاستسلام وقتاله لتحقيق اللقب. ومن ذا سان البريطانية نقرأ: مانشستر سيتي قد يواجه الإقصاء من الشامبيونز ليج. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز العناوين. التفاصيل ومزيد مما جاء في الصحف حول العالم تتابعونه بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. نرحب بكم مجددا مشاهدينا، ونبدأ جولتنا من الدوحة وغلاف الملحق الرياضي لصحيفة الوطن القطرية، نطلع منها هذا العنوان: الإمارات تمنع دخول سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، تصرف ظبياني صبياني. الإمارة المارقة تمارس التقية السياسية والرياضية كالعادة. نفتح ملحق الوطن لنتابع من هذا العنوان: منتخبنا الوطني لليد هزم البوسنة في آخر تجاربه، الأدعم ينهي استعداداته للمونديال الصعب، تحد كبير ينتظرنا في بطولة العالم بعد تعديل نظام التأهل، بعثتنا تغادر الأربعاء المقبل وقص شريط المواجهات بلقاء أنغولا. الوطن واكبت نتائج بطولة التنس الدولية التي تستضيفها الدوحة وكتبت تقول: صراع الكبار في نصف نهائي إكزون موبيل، جوكوفيتش في مواجهة باوتيستا، وبيرديتش مع ماركو. الصربي جوكوفيتش يصرح: تخطيت منافسا قويا وعنيدا، بيرديتش سعيد بتأهل نصف النهائي، واليوم المباراة النهائية في الزوجي. إلى الصفحة الأخيرة لملحق الوطن الرياضي، ومنها نطالع هذا العنوان: التألق ينتظر المعز في آسيا، الاتحاد الآسيوي توقع أن يكون من أهم 10 مهاجمين في البطولة المقبلة. من الوطن إلى الراية لنتابع أبرز ما جاء فيها من عناوين، ونبدأ من الصفحة التالية في جريدة الراية وهذا العنوان: الجهاز الفني يطمئن على خياراته الخططية والبشرية قبل المغادرة غدا، تدريب أخير للعنابي في طريقه إلى آسيا. المنتخب تدرب أمس بحماس كبير بمشاركة جميع اللاعبين، اللاعبون يسعون لتقديم الأفضل للدخول في التشكيلة بالبطولة. الرايا حاورت جفال راشد، ونتابع أبرز ما قاله قائد منتخبنا الوطني سابقا في هذا الحوار: اللبناني مفتاح العنابي في آسيا، منتخبنا
قادر على تقديم الأفضل وذهاب بعيدا في البطولة. البدايات دائما مهمة وتعطي دافعا وحافزا للاعبين للمواصلة. نتمنى أن يحقق منتخبنا أول لقب أسيوي في تاريخ مشاركاته. جفال راشد شدد على أن سقف طموحاتنا يجب أن يكون المنافسة على اللقب القاري، وعلى اللاعبين أن يتعاملوا مع البطولة على أنها هدف مهم. دائما مع الراية التي نقلت تصريحات أكرم عفيف قبل ضربة البداية القارية، نتابع أبرز ما قاله نجم العنابية. لا نخشى الضغوط وجاهزون لتحدي آسيا، متحمس لارتداء قميص العنابي في البطولة ونيل هذا الشرف الكبير. لا يوجد منتخب ضعيف في القارة، ونسعى للوصول لأبعد نقطة بها. تحذيراتنا كانت أكثر من ممتازة، ونتطلع لترجمتها على أرض الملعب. لن نفرط في نقاط مباراة لبنان الافتتاحية لأنها مفتاح تأهل للدور الثاني. كرة القدم لعبة جماعية، ولا يوجد لاعب يمكنه أن يحمل فريقا على عاتقه. إلى الصفحة الأخيرة للراية التي حملت تفاصيل ما جرى مع سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2019. نتابع ماذا كتبت الراية. ما حدث للمهندي غباء وحماقة إماراتية، خلط فاضح للرياضة بالسياسة على أبواب الاتحاد الآسيوية. تخبطهم وجهلهم بالقوانين يفضح نواياهم وتصرفاتهم ويشوه صورة الكرة الآسيوية. منع دخول نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس اللجنة المنظمة يسيء لهم ولبطولتهم. فشلوا في كل محاولاتهم البائسة للنيل من قطر، فلجأوا لوضع العراقيل بجهل غريب. المزيد مما قالته الراية نتابعه في السطور التالية. في سابقة مرفوضة تماما وتتنافى حتى مع الأسس واللوائح التنظيمية لأي بطولة وفي أي مكان، منعت هذه السلطات الشخصية الأولى المسؤولة عن البطولة الآسيوية التي يفترض أن تنطلق هناك في الإمارات بدءا من يوم غد، ليس لسبب سوى لأن هذه الشخصية تنتمي إلى دولة قطر ومن أبناء هذا البلد الذي بات يشكل صداعا في تلك الرؤوس المريضة التي يملأها الحقد والضغينة ويصيبها بالدوار بعد أن فشلت تماما في كل ما أقدمت عليه في محاولاتها البائسة للنيل منه ومن أبناء شعبه الذي يلتف حول قيادته الحكيمة بصورة أربكت كل مخططاتهم الدنيئة التي سعت وتسعى للنيل من كرامة وسيادة هذا البلد الأمين. مستمرون في جولتنا على الصحف القطرية ونقرأ في العرب. توليس وخاميس رودريغيز خارج حسابات كوفاتش، البايرن يصل الدوحة اليوم. العرب ذكرت أن بعثة نادي بايرن ميونخ الألماني تصل في الخامسة من مساء اليوم إلى مطار حمد الدولي على متن طائرة الخطوط القطرية لقضاء معسكره الشتوي التاسع تواليا في قطر، والذي يمتد حتى الخميس المقبل. من العرب إلى الشرق التي كتبت في إحدى صفحاتها تقول: رياح التغيير تهب على الريان، بولنت يتطلع إلى ضم أفضل اللاعبين. الشرق قالت إن إدارة الريان تسعى للبقاء في المربع وتقوم حاليا بترتيب أمور التعاقدات والعمل على الوصول إلى أفضل الصفقات الممكنة قدر المستطاع بحسب العرض والطلب في الميركاتو، لا سيما وأنه جرت العادة أن صفقات الشتاء لا تكون بنفس القوة التي تكون عليها صفقات الصيف من حيث قيمة اللاعبين المنضمين للفريق. إلى سد الدوحة التي نشرت اليوم تقريرا حول هوية مدربي المنتخبات الآسيوية عشية انطلاق كأس آسيا 2019، نتابع ملخص التقرير من خلال العناوين التالية. خمسة منتخبات فقط تعتمد على المدرب الآسيوي، الأوروبيون يسيطرون على المشهد في كأس آسيا 2019، 17 مدربا من القارة العجوز وخمسة مدربين آسيويين، مدرب واحد من أمريكا الجنوبية و
آخر من أفريقيا. ننتقل إلى جولتنا على الصحف العربية، والبداية من الكويت وصحيفة الراي التي واكبت مباريات الجولة الثالثة لكأس اتحاد القدم بالعنوان التالي: القادسية يهزم الكويت والجهراء يسعى إلى مواصلة الصدارة في الثانية. إلى صحيفة عمان التي تناولت فوز الأحمر على نظيره التايلاندي في التجربة الودية الأخيرة استعدادا لنهائيات أمم آسيا، ويقول العنوان: ارتياح فني بالفوز على تايلاندية. قالت الصحيفة أن هناك جوانب فنية عديدة أفرزتها تجربة تايلاند تمثل درسا مهما ومفيدا للجهاز الفني واللاعبين أنفسهم للتعرف على كيفية صناعة الانتصار والمحافظة عليه في المباريات التنافسية في البطولة الآسيوية. أيضا مع عمان ومنها نطالع عنوان آخر يقول: جماهير المنتخب تشحظ الهمم للوقوف مع الأحمر في البطولة الآسيوية. وفيصل البلوشي المشرف العام على رابطة المنتخب العماني يؤكد: جاهزون للتفاعل وبث روح الحماس للاعبين. ليس بعيدا عن كأس آسيا، لكن ننتقل للرأي الأردنية التي أبرزت تصريحا لمدرب النشامة فيتال بورتلمانز. نتابع ماذا قال فيه من الصفحة التالية: تخطي دور المجموعات هدفنا الأول بكأس آسيا. المدرب البلجيكي أكد أنه وضع أهدافا رئيسية يتطلع إلى تحقيقها في النهائيات القارية، مشددا على أن الخطوة الأولى تبدأ من العبور إلى الدور الثاني عن المجموعة الثانية. نبقى مع النشامة، إنما مع صحيفة الغد الأردنية هذه المرة التي نشرت في عدد اليوم تقريرا للكاتب تيسير محمود العميري حول مشاركات المنتخب الأردني في النسخ السابقة للأمم الآسيوية، حمل العنوان التالي: النشامة يتجلى في الدوحة ويترك ذكرى حزينة في بلاد الكنغر. الكاتب تحدث عن النتائج الإيجابية للنشامة في نسخة قطر 2011 قبل أن يخرج الأردني من ربع النهائي على يد أوزباكستان. في المقابل جاءت نتائج المنتخب في نسخة أستراليا مخيبة، حيث فشل في تجاوز دور المجموعات. المزيد من التفاصيل في السطور التالية: لم يكتب للمشاركة الأردنية في تصفيات كأس آسيا 2007 النجاح، كان إخفاقا شديدا تسبب في رحيل المدرب الراحل محمود الجوهري عن تدريب النشامة وإسناد المهمة للمدرب البرتغالي نيلو فينجادا، الذي فشل هو الآخر في قيادة المنتخب الوطني خلال تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010، وكاد أن يتسبب في خروج مبكر للنشامة من تصفيات أمم آسيا. لكن تسلم المدرب العراقي عدنان حمد للمهمة خلفا لفينجادا صوب المسار وأوقف التراجع، فكان الحضور الأردني في نهائيات كأس أمم آسيا قطر 2011. أما في بلاد الكنغر، للمرة الأولى يفشل النشامة في تجاوز حاجز دور المجموعات بعد أن حل ثالثا في المجموعة الرابعة. من الأردن إلى لبنان، وصحيفة اللواء التي عنونت قبل انطلاق كأس آسيا تقول: رجال الأرز يتحضرون بمواكبة جمهورهم ووعد بنقل المباريات. ننتقل إلى صحيفة القدس الفلسطينية التي نقلت تصريحا لنائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. سوزان شلبي تقول: الفدائي سيسجل حضورا مشرفا في نهائيات كأس أمم آسيا. نتحول لشمال أفريقيا ونبدأ من تونس، ونرصد من صحيفة الصباح العنوان التالي: الترجي يختبر النيجيري لقمان زكري. حسب الصحيفة، انضم الدولي النيجيري لقمان زكري إلى تدريبات الترجي من أجل خوض فترة اختبار قبل إتمام التعاقد معه. يشار إلى أن صاحب 20 عاما كان قد انضم عام 2016 إلى الصفاقسي، لكن التجربة لم تعمر طويلا. من تونس إلى الجزائر، صحيفة الخبر نقلت ما يدور داخل أروقة نادي وفاق سطيف والتفاصيل نتابعها تحت هذا العنوان. قالت الصحيفة أن المصائب
لا تأتي فرادى، فالاتحاد العربي لكرة القدم طلب من إدارة النادي تسديد غرامة مالية بقيمة 70,000 دولار كعقوبة نظير التصرفات التي قام بها مسؤولو الوفاق خلال مباراة ذهاب ثم نهائي البطولة العربية ضد اتحاد جدة، في حين منح لاعب الفريق رئيس النادي مهلة من أجل تسوية مستحقاتهم المالية العالقة. نبقى في الجزائر لكن هذه المرة مع شروق التي كتبت: رانييري يحضر عرضا لضم الجزائري إسلام سليماني في الميركاتو الشتوي حسب الصحيفة. يستهدف كلاوديو رانييري مدرب فولهام الإنجليزي تدعيم فريقه بمهاجم الخضر إسلام سليماني لاعب بلايستر سيتي المعار إلى فنرباخشة التركية. سليماني كان قد لعب تحت قيادة رانييري في موسم 2016-2017 عندما كان الإيطالي مدربا للثعالب. على الصفحة ذاتها نتابع أيضا مقالا للكاتب ياسين معلومي جاء ب عنوان العنف يهز كرتنا. الكاتب قال: لم تمر إلا ساعة من انقضاء سنة 2018 حتى ضرب العنف الكرة الجزائرية من جديد، هذه المرة من مدينة جيجل التي احتضنت لقاء الدور 16 من كأس الجزائر بين فيلاج موسى ومولودية الجزائر، حيث اضطر الحكم إلى توقيف المباراة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد أعمال الشغب التي طلت غرف الملابس. تفاصيل أكثر في السطور التالية. عندما نتحدث عن الكرة الجزائرية التي كانت ولسنوات خارطة طريق بعض الدول كرويا وخاصة من شمال أفريقيا حتى أصبحوا هم يتأهلون إلى كأس العالم ونحن نشاهدهم على شاشات التلفاز، هم يتألقون في المنافسة القارية ونحن نقصى في الأدوار الأولى، هم يفرحون بمنتخباتهم وأنديتهم ونحن نبحث دائما عن الأعذار. مسؤولون لا يهمهم سوى مصلحتهم الخاصة على حساب أخلاقيات الرياضة ومستقبل الكرة التي كانت ولسنوات منبع الحب والإخاء بين الجزائريين قبل أن تنقلب الأمور وأصبحوا يصدرون أسبوعيا إلى الخارج أنواعا من العنف عاجز حتى أشهر المختصين في علم الجرائم عن إيجاد حل لما يحدث في رياضتنا. جولتنا على الصحافة العالمية نستهلها من فرنسا، حيث يتصدر تصريح لافت لأسطورة حراسة المرمى العالمية إصدارات الصحف. لو باريزيان كتبت هذا العنوان: بوفون، لمبابي ونيمار تستطيعان الفوز بالكرات الخمس المقبلة. حارس مرمى النادي الباريسي أشاد بالمستويات المميزة التي يقدمها مهاجما النادي الباريسي كيليان مبابي ونيمار مع الفريق وكذلك مع منتخبي بلديهما. جيانلوجي بوفون يرى أن النجمين هما الأوفر حظا لخلافة ميسي ورونالدو في التناوب على الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الخمس المقبلة. إلى الملاعب الإنجليزية، حيث استحوذت قمة الجولة 11 من البريمير ليج على المشهد الكروي. مترو واكبت اللقاء وعنونت: مان سيتي يظهر لليفربول نيته عدم الاستسلام والقتال على اللقب. الصحيفة تحدثت عن الرغبة والإصرار اللذين تميز بهما لاعبو سيتيزنز في مواجهة ليفربول أمس وأثمرا عن تحقيق فوز غال ومستحق. الفوز سمح لكتيبة غوارديولا بتقليص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى 4 نقاط فقط ليعود السيتي للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. نبقى في إنجلترا ونطالع من صحيفة ذا سان عنوانا بارزا: مانشستر سيتي قد يواجه الإقصاء من الشامبيونز ليغ. ذا سان أبرزت تصريحات لرئيس لجنة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيف ليتيرن، رأى فيها أن النادي الإنجليزي قد يتعرض إلى العقوبة الأقصى على الإطلاق في حال ثبوت تورطه بتجاوزات مالية وخرقه قواعد اللعب المالية نظيف، مما قد يعرضه إلى الاستبعاد من المسابقات الأوروبية وبالتالي الإقصاء من منافسات دوري أبطال أوروبا. مستمرون مع الصحف الإنجليزية ونطالع في The Guardian البريطانية خبرا وعنوانه:
بوتشيتينيو يقول دوري الأبطال وليس الكؤوس يبقيني في منصبية. المدير الفني لسبيرز يعتقد أن فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة المحترفة لن يكون كافيا لبقائه على رأس الإدارة الفنية للنادي اللندنية. موريسيو بوتشيتينيو شدد على أن طموحه يتمثل في الفوز بلقب الدوري الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، وأن مشاركة فريقه باستمرار في منافسة تشامبيونز ليج والوصول إلى أدوار متقدمة جعلته يستمر مدربا لتوتنهام. إلى إسبانيا الآن، والبداية من المباراة المؤجلة للنادي الملكي التي تناولتها سبورت الكاتالونية تحت العنوان التالي: كازورلا يعاقب ريال مدريد على استهتاره. رجال المدرب سولاري خسروا نقطتين مهمتين في الصراع على لقب الليغا بعدما فشلوا في تحقيق الفوز على فياريال. سبورت رأت أن استهتار ريال مدريد بالخصم وإهدار الفرص استدعى القصاص من سانتي كازورلا الذي أحرز ثنائية في شباك الحارس كورتوا. نبقى مع أخبار الريال ونتابعها من آس الإسبانية التي كتبت: بيل لاعب من زجاج 22 إصابة. مرة جديدة يغادر الدولي الويلزي أرض المباراة متأثرا بالإصابة، حيث لم يستطع جارث بيل أكمال دقائق التسعين أمام فياريال. الصحيفة المدريدية وصفت بيل باللاعب من زجاجة وأحصت تعرضه ل 22 إصابة منذ انتقاله إلى سانتياغو برنابيو قادما من توتنهام، منها 8 إصابات في قدمه اليسرى مما جعله يتغيب عن 84 لقاء مع الميرينجي. آخر أخبار الميركاتو نرصدها من صحيفة الموندو ديبورتيبو التي عنونت: باريس سان جيرمان يسافر إلى أمستردام لمحاولة التوقيع مع دي يونغ. الصحيفة كشفت قيام مبعوثين من النادي الباريسي بالسفر إلى العاصمة الهولندية للتفاوض من أجل استقطاب فرانكي دي يونغ لاعب وسط نادي أياكس. الموندو ديبورتيبو أكد تواجد المدير الرياضي للبي اس جي ومعه المحامي الخاص بالنادي من أجل محاولة حسم صفقة نجم أياكس وخطف الموهبة الهولندية التي يتنافس على ضمها كبار أندية القارة العجوزة. الختام من إيطاليا وصحيفة توتو سبورت. إذن العنوان من توتو سبورت يقول: فيراري ومرسيدس يهنئان شوماخر بميلاده 50. الصانعان العملاقان وجها رسائل تهنئة إلى أسطورة سباقات الفورمولا 1 في ذكرى ميلاده 50، في وقت يمر فيه الألماني بظروف صحية صعبة جعلته يبتعد عن الظهور الإعلامي لأكثر من 5 سنوات. فيراري ومرسيدس تمنيتا الشفاء العاجل لشومي وتحدثتا عن القيمة الكبيرة التي أوجدها بطل العالم في 7 مناسبات والإرث الذي تركه في عالم الفورمولا 1. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج جرائد اليوم، نلتقي في موعد لاحق بإذن الله. في أمان الله.